ده محمد جرافيك ديزاينر، وده صلاح ويب ديفلوبر. هما الاتنين فريلانسرز مبدعين، ومن زمان نفسهم يفتحوا شركة مع بعض. تحس انهم لو عملوها هيقعدوا ستيف جوبز في بيته، وفعلا بدأوا يكتبوا ويحسبوا ايه اللي محتاجينه عشان يفتحوا الشركة. مكتب شيك عشان يستقبلوا فيه العملاء، شوية ديكور وكراسي منفوخة لزوم حركات جوجل وكده، قاعة اجتماعات عشان يعملوا عصف ذهني، تكييفات وانترنت كويس، وما تنساش طبعا البلاي ستيشن والاكس بوكس لزوم الترفيه. وطبعا يعملوا حسابهم ان كام شهر هيعدي من غير شغل، يعني داخلين في 100-200 ألف جنيه. ايه ماله الشغل من البيت؟ اللي فات ده كان مشكلة معظم الانتربرينورز او الفريلانسرز. طب ايه رأيك في مكان بيوفر لك كل ده؟ معمل هو المكان اللي بيحل معظم مشاكل الانتربرينورز والفريلانسرز، يعني مكتب شيك ومكيف، جو يساعد على الشغل والتفكير بإبداع، انترنت بسرعة عالية، اكل صحي ومشاريب صحية، زائد اهم ميزة التشبيك اللي بتمكنك انك تتعرف على الناس اللي شغالة حواليك وتستفادوا من بعض وتكملوا بعض في شغلكم. ولو هتشترك لوحدك بتعمل اشتراك لعضو واحد، ولو معاك فريق بنعمل اشتراك مخصص ليهم، يعني بنقللك من سعر الاشتراك نفسه. كل ده عملناهولك عشان تقعد ستيف جوبز في بيتهم. معمل، مساحة عمل مشتركة لرواد الأعمال.